فوزي عفوا محمد فوزي نتحدث عن سعيد المنهالي وبانتظار مشاهدة ربما راشد عيسى وهذه كرة خطيرة كيمبو كيمبو بعد العودة إطلاقا تشعر أنه قاتل محترف شوف نظراته أي والله لو يمثل يكون في دور كرة من ضرب الجزاء هدف ثاني هدف ثاني سلوفاكي ميروسلاف استوتيتش يسجل الآن والعين يتقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول فقط من هذه المباراة في نفس الزاوية اللي سجل أيضا فيها كيمبو يتقدم استوتيتش النجم الذي يتابع المباراة في هذه اللحظات الآن من أرضية الملعب والكرة تبدو خطيرة خطيرة هدف ثالث هدف ثالث نعم والثنائي عودة كيمبو وقدوم سلوفاكي ستوتش العين يتقدم على الكويت الكويتي بثلاثية نظيفة هذه الكرة بداها كيمبو إلى ستوتش وبعد ذلك أيضا النهاية تأتي من جانب كيمبو التمريرة جميلة لاعب يلعب بالقدمين بنفس الإجادة وهذه عملة نادرة في عالم كرة القدم إلى ستوتش السلوفاكي المهاري عند الكرة الآن جميل يا سلام جميلة ملعوبة في المكان السليم وهذا حلوة يا لها من عودة لكيمبو شوف كيمبو شوف أفعال كيمبو شوف مهارات كيمبو المرور للفرنسي كيمبو والكرة وين الكرة في المكان السليم إلى محمد عبد الرحمن يضع توقيعه لكن أمسية جميلة للعائد كيمبو الله 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 هذه تراوغ فيها تياغو سيلفا